لأننا نحرص على صحتك وسلامتك، ننصحك بأخذ لقاح كورونا من خلال الخطوات البسيطة التالية. حمل تطبيق صحتي وسجل دخولك، اضغط على أيقونة لقاح كورونا لتعبئة نموذج طلب اللقاح، اختار المستفيد سواء كان أنت أو أحد التابعين لك، وبعد ظهور الاستبيان وتعبئته اضغط على التالي. بعدها ستصلك رسالة التأكيد، وعندما يأتي دورك سوف تصلك رسالة نصية لإكمال إجراءات حجز موعدك عبر التطبيق. اضغط على أيقونة لقاح كورونا COVID-19 لحجز موعد، بعد ذلك حدد المستفيد من اللقاح. سيظهر لك تعريف للخدمة وقائمة التعليمات، بعد ذلك جاوب على الاستبيان، ثم اختار المركز وحدد تاريخ ووقت الجرعة الأولى من اللقاح. وبعد تحديد موعدك للجرعة الأولى سيتم تحديد موعدك للجرعة الثانية وتزويدك بكامل التفاصيل. وبعد أخذك للجرعة الثانية تكون حصنت نفسك وحميت عائلتك ومجتمعك بإذن الله.